وخلينا ننتقل إلى فقرتنا التالية. أعلنت وزارة التربية مؤخرا عن دورات تقوية مجانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. لحتى نتعرف أكثر على تفاصيل ونتعرف على هاي الدورات ومين هن الطلاب يلي بحق لهم ينضموا وكيف ينضموا إلى الدورات المجانية، بصيرنا نرحب بالدكتور رامي الضلي مدير التعليم الأساسي. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح رامي. الخير. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا فيك، وايضا بدي رحب بالاستاذ جعفر النصر. صحيح. اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا مدير بكم. التعليم الثانوي. اهلا وسهلا فيك سهلا جعفر. اهلا وسهلا. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه خلينا نتعرف اكثر عن الدورات. امبارح اول يوم كان، لامتى مستمره هي الدورات؟ نعم، هذه الدورات بدأت يوم أمس للتلاميذ التعليم الأساسي صف التاسع حصرا الشهادة، ولطلاب الثالث الثانوي الأدبي والعلمي بفرعيها العام. طبعا هذا التحضير كان فيه له تحضيرات مسبقة قبل ما بدينا بموضوع إعطاء الدروس التقوية المجانية للطلاب والتلاميذ. بدأنا في مرحلة إعداد المعلمين. ما الغاية من مرحلة إعداد المعلمين؟ راح نعطي لمحة سريعة عنها. طبعا الإعداد قسمناه إلى دفعتين. أول شيء الدفعة الأولى دربنا فيها مجموعة من زملائنا الموجهون الاختصاصيون، وهؤلاء الموجهين الاختصاصيين زملائنا انطلقوا إلى الميدان حتى يدربوا، أصبحوا هم مدربين، وانطلقوا من ثم إلى الميدان في المرحلة الثانية. المرحلة الثانية قسمناها إلى شقين أيضا. تدريب أول شيء 1500 مدرس مجاز مختص، والمرحلة الثانية أيضا تدريب 1500 مجاز مختص من زملائنا المدرسين اللي هم في الميدان للاختصاصات اللي تدرس في الدورة. هذه هي دورة التقوية. طبعا الغاية من دورات الإعداد لزملائنا المدرسين الغاية بسيطة جدا، هي بدء تدريبهم على إعطاء الدروس بطريقة تكثيف المحتوى، تكثيف المنهاج. لماذا؟ لأنه هو عم يعطي المنهاج في يومين، الجمعة والسبت في دورات التقوية، وفي حين أن هذا المنهاج يحتاج إلى مدة زمنية طويلة إلى عام دراسي كامل، فأنت عم تختزل هذا المنهاج بمرحلة زمنية على طريقة دورة التقوية، وبالتالي أنت تحتاج إلى طريقة تتدرب فيها لإعطاء طريقة التعليم المتسارع وتكثيف المحتوى. ولذلك قمنا بتدريب زملائنا الموجهين الاختصاصيين في البداية، وأصبحوا مدربين، ودربوا من ثم زملائنا المعلمين والمدرسين اللي كانوا في الميدان، اللي انطلقوا يوم أمس ببدء دورات التقوية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي. أكيد. خلينا نرجع نصبح الأستاذ جعفر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. يعني حكينا مع الدكتور رامي ممكن مجمل هي الدورة والأفكار وكيف بدأت مبارح وكيف تم تأهيل الكوادر التدريسية، ولكن خلينا نفهم من حضرتك هاي الدورات المجانية مين بحق له من الطلاب أنه هو يشارك فيها، مين بحق له ينضم لها، وبالأرياف هل هناك تركيز على الأرياف بشأن التعليم والدورات المجانية؟ دورة انطلقت أمس، انطلقت 140 مركز على مستوى القطر موزع على المحافظات، أكثر المحافظات حلب وريف دمشق 16 مركز، وتخفض إلى مركزين فقط في ريف إدلب المحرر. في ريف إدلب المحرر مركزان، في خان شيخون وفي منطقة سنجار، المدارس الموجودة في هذين المكانين. بقية المحافظات بين الخمسة مراكز وخمسة عشر مركزا للطلاب النظاميين. تم استهداف المناطق الأكثر حاجة، مناطق الذين تهجر بسبب ما جرى من عمليات إرهابية للمناطق، المناطق التي هناك نقص في الكادر التدريسي. كان التركيز بالبلاغ الوزاري المناطق التي فيها فاقد تعليمي والمناطق الأكثر حاجة، وبالتالي هي موزعة في الأرياف وفي المدن، وتم التركيز على الأرياف أكثر، مع أن هناك معاناة أحسسنا بها أمس وهي التنقل بين الأرياف في يوم الجمعة، هناك إشكالية. طلاب النظاميين الموجودين في المراكز الذين يستطيعون الوصول إلى هذه المراكز كلهم يستطيعون الدخول إلى الدورة. يعني تم دعوة للدورات المجانية بأوقات من قبل، تم إبلاغ المدارس قبل الموعد بحوالي أسبوع. طلاب المدارس جميعا لديهم علم، وتم نشر الموضوع على صفحات المديريات التربية على وسائل التواصل مع اسماء المراكز وعناوينها.
خلينا هلا نحكي دكتور، هلا المواد اللي حيدرسوها المدرسين للطلاب، هل بدهم يكونوا من الاول من البدايه ولا بده يكون استكمال للمنهاج ولا فقط حل اسئله للطلاب؟ اشكرك. هي في الحقيقه تدريس لكامل المنهاج بطريقه متسارعه، وبنفس الوقت هي اعطاء لكامل الدروس لكن بتكثيف المحتوى، وهي مفتوحه لكل طلاب المدارس العامه ودون استثناء لاي تلميذ طبعا. وهذه المواد راح اتحدث عن مواد التعليم الاساسي واترك المجال لزميلي لمواد التعليم الثانوي. مواد التعليم الاساسي ركزنا على المواد الاساسيه الخمسه، طبعا في مواد اخرى لكن ما تحتاج الى دوره تقويه، تركنا الموضوع فيها الى مراجعه عامه لزملائنا المدرسين الاختصاصيين في الميدان. دوره التقويه شملت المواد الخمسه الاساسيه اللي هي الرياضيات واللغه العربيه والعلوم العامه واللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه بالنسبه لشهادة التعليم الاساسي. واحب ان انوه بان هذه الدوره التي انطلقت الان كما تفضل زميلي هي تركيز فيها كان وتوجيه من الوزاره والسيد الوزير برعايه كريمه تكون المناطق المحتاجه التي ما ساعدتنا احيانا بوصول مدرس احيانا في وقت بعد مضي اسبوع او 10 ايام، فحتى نعوض هذا الفاقد التعليمي للتلاميذ. النقطه الثانيه وهي نقطه هامه ايضا، انطلقت في بعض المجمعات والمدارس، الآن في عندنا بعد فترة راح تكون انطلاقة لدورة ثانية أيضا في بقية المجمعات الأخرى. تمام. يعني حتى نغطي نعطي شمولية أكثر، ولمن فاته الحظ ما قدر يلتحق يوم اليوم أو يوم أمس يستطيع أن يلتحق في الدورة الثانية. طيب والمجمعات التي لم تشملها الآن إن شاء الله ستشملها في الدفعة الثانية. دكتور كيف الطالب فيه يسجل وقديش الدورة مدتها هي؟ طبعا الطالب مجرد ان يلتحق في المركز، اي مركز يرغب له وين مكانه قريب، مو شرط الا المركز يكون في مدرسته، ليس من الضروره ان يكون هذا المركز في نفس مدرسته، لا، باي مدرسه يرغب فيها، وين المدرسه اللي قريب فيها من بيته من سكنه يلتحق فيها. ما رغب للدوره الثانيه في عنده مراكز اخرى يحب يلتحق فيها ايضا ما في مشكله، يلتحق بالمراكز الاخرى ربما تكون اقرب الى سكنه. اما اليه التسجيل فهي بسيطه جدا، فقط ياخذ معه ورقه من المدرسه، ورقه ترشيح من المدرسه فقط، ما تحتاج اي شيء، لكن هي غير ماجوره وهي مجانيه وشامله لكل تلاميذ وطلاب مرحله التعليم الاساسي او البكالوريا الثانوي. ولا خليني قبل ما انتقل للاستاذ جعفر ونحكي عن المواد يلي بتشملها الدوره بالمرحله الثانويه، نحكي عن نقطه، هل هي الدوره هي الزاميه ولا لا؟ هي ليست الزاميه. طيب بس في كثير من الـ من الـ يعني في كثير من الاشخاص او الموجودين بالارياف هن بحاجه الى هي الدوره، بحاجه للتقويه. نعم. نحن عم ناخذ هي الجانب بعين الاعتبار، انه عم نركز انه هدول الاشخاص لازم يخضعوا للدوره لحتى يوصلوا لمستوى زملائهم. في الحقيقه هي موزعه في مختلف المناطق، وبالتالي حاولنا ان نشمل اكبر قدر ممكن من الارياف في تجمع بموقع متوسط لمدرسه ذات موقع متوسط. فليس من المعقول، طبعا هو العدد محدود للمراكز، 140 مركز لدينا موزع في مختلف مناطق القطر، فليس من المعقول ان اضع مركز في طرف واترك الاطراف الاخرى. نختار الموقع المتوسط اللي يكون فيه التجمع لمدرسه يستطيع ان يحضر اليها ابناء الريف القريب لهذه المدارس. اما الزاميه فالطالب طبعا هو يشعر بنفسه انه هو بحاجه بتقويه، ربما يلتحق بماده، ربما باكثر من ماده، وربما هنالك طلاب يقول انا وضعي جيد ما احتاج الى اي نوع من التقويه، افسح المجال لزميل اخر الي لطالب اخر انه يلتحق بهذه الدوره. طيب دكتور الطالب اللي بده يلتحق بالدورتين، هي اول دوره وحب الدوره الثانيه ولا بيحق له؟ لا ما بيحق له، خلص واحد. نعم. الدوره واحده، دوره يختار. أوكي. يحب الدوره الاولى يحب الدوره الثانيه، وربما ما يلتحق في طلاب لا تفضل انه اخي انا في عندي دراستي، في عندي طريقه للدراسه والمراجعه، وفي طلاب هذه متروكه اختياريه وليست الزاميه. في طلاب بالمقابل بيقولوا لك كمان يوم الجمعه والسبت بدي اخذ دروس وادرس من هذا الجانب كمان. خليني اروح عند الاستاذ جعفر ونحكي ايضا بالمواد يلي بتشملها الدوره المجانيه يعني ثانوي الى المرحله الثانويه، شو هي المواد والكوادر التدريسيه
مين هن كانوا؟ نحن حكينا مع الدكتور رامي انه تم تهيئتهم لهي الدورات والمناطق القريبه منهم مشان ما يصير في تقصير من الكوادر التدريسيه. خلينا نحكي عن النقطه وعن تهيئه الكوادر، لانه المرحله الثانويه اكيد بتختلف عن المرحله الاعداديه. المرحله الثانويه لدينا الفرع العلمي والادبي للثانويه العامه. المواد هي المواد الرئيسيه تقريبا كامله في التعليق في الفرع العلمي: رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم طبيعيه، مع اللغات العربيه والانجليزيه والفرنسيه. في الفرع الادبي اضافه الى اللغات العربيه والانجليزيه والفرنسيه التاريخ والفلسفه والجغرافيا. بالتالي تقريبا المواد تقريبا تم استهدافها جميعا. الموجهون الاختصاصيون الذين دربوا في الدورات للزملاء الذي تحدث عنهم الدكتور رامي اختاروا المدرسين الاكفأ في كل منطقه، المدرسين الذين يعطون الشهادات، المدرسين الذين لديهم خبره، تجاوبهم وتعاملهم مع الطلاب مشهود لهم بالكفاءة وغير ذلك. تم اختيار الأكفأ في هذه المناطق، وطبعا من أبناء المنطقة كي لا يكون هناك تباعد أو عناء بالسفر. بالنسبة للطلاب، الطلاب لا يمكن أن نفتح مدرسة في كل قرية، أو مركز تدريبي أو دورات في كل قرية. تم وضع مناطق متوسطة، الطالب دوامه خلال الأسبوع لا يمكن أن نقيم دورة تدريبية. حضرتك تفضلت أنه بدي داوم جمعة والسبت، تماما. طب كمان أنا لما بده يطلع الطالب الساعة واحدة أو واحدة ونص من مدرسته وقال له تعال على الدورة، كمان عملت إشكال. وبالتالي نحن في عندي إشكالين، كان الأول أنه الطالب لما بده يطلع من المدرسة بده يكون وضعه أكيد مو مهيئ أنه يتلقى دورات، وعنده وظائف وعنده أعمال واجبات يقوم فيها. الأمر الثاني المدرس إذا بده يعمل دورة كمان، مدرس كمان تعب خلال النهار، اخذ عدد ساعات ممكن 6 حصص درسيه، يفوت كمان على الدوره، كمان بده يكون عطاؤه قليل. وبالتالي نحن فضلنا تكون يوم الجمعه والسبت، بحيث انه المدرس عنده حصتين او 3 حصص بالحد الاقصى يوم الجمعه ويوم السبت فقط لا غير. طب استاذ، بما انه امبارح بلشنا، كيف لقيتوا القبول؟ يعني بالصفوف العاديه عم نلاقي في 30 وما فوق ال 30 طالب بالايام العاديه، بايام الدورات امبارح كيف لقينا الاعداد؟ وهل في اعداد فوق الاستطاعه؟ لا، تم تحديد المدارس، تم تحديد الطاقه لكل مركز. أوكي. مركز قلنا 140 مركز فيها 700 قاعه صفيه، القاعه الصفيه تم التوجيه بكتاب رسمي، عدد الطلاب في القاعة بين 39 إلى 39 طالب فقط. تمام. إنه الحد الأقصى 39. الأمس كان هناك إقبال جيد باستثناء بعض المناطق، محافظة الحسكة نعرف ما يجري فيها ومن منع بما يسمى قسد من دخول الطلاب، وبالتالي كان عدد الطلاب قليلا جدا على سبيل المثال. تمام. بينما بقية المحافظات كان الإقبال جيد ونسب كانت جيدة، ولدينا الإحصائيات تمت موافاتنا فيها مع انتهاء الدوام عند الساعة الواحدة بعد حوالي الساعة، كانت لدينا إحصائيات الإقبال كان جيدا. أكيد. دكتور، خلينا نرجع، كيف عم يتم التنسيق بين الشهادتين؟ يعني كيف عم يتم التنسيق من حيث الحصص وحضور الطلاب وهي الأشياء كلها؟ في الحقيقة المراكز هي من تقوم بهذا التنسيق، تخصص حسب إقبال الطلاب. يعني إذا في عندنا مركز بحاجة إلى شعبة صفية للثالث الثانوي العلمي وشعبة صفية للثالث الثانوي الأدبي، في عنده شعب صفية أخرى راح تكون للصف التاسع ربما شعبتين أو 3 حتى. طبعا عدد المراكز هي بلغت 140 مركز موزعة في مختلف مناطق القطر وفي كل المحافظات دون استثناء. وبلغ أيضا عدد الالتحاق الأول في نهاية الساعة الواحدة من يوم الجمعة يوم أمس 35,750 طالب استفادوا من الدورة والتحقوا فيها. طبعا زملائنا المدرسين اللي تم اختيارهم مثل ما تفضل الأستاذ جعفر قبل قليل هم من خيرة المدرسين، لكن أنا أحب أنوه لنقطة، شو الغاية من هذه الدورة أيضا؟ ما هي الغاية الأبعد في هذه الدورة؟ هي الغاية التقوية للطالب، وخاصة أن بعض الطلاب لديهم جانب يشعر أنه أحيانا أنا في هاي المدرسة، أنا في عندي مدرس مثلا في الريف، عندي مدرس بمركز البلدة مثلا إمكانياته كانت جيدة وتمنيت لو التحقت عنده، عندي مدرس مثلا بمركز المدينة. هنا إحنا الفرصة بالتنسيق مع زملائنا في الثانوي ورعاية كريمة من السيد الوزير بأن نتيح الفرصة للطالب هو من يختار مركزه، وين تحب تلتحق بأي مركز ما عندي مشكلة، هون ما في عندك لا توزع جغرافي ولا غيره. وهذا الالتحاق
هو من يختار اذا المدرس اللي يرغب له. احيانا يركز على مدرس رياضيات في مدرسه معينه هو يعرف انه تماما عم يعطي بهذه المدرسه، واحيانا يتوجه الى مدرس عربي او علوم الى اخره، وبالتالي اتحنا هون الفرصه امامه ياخذ هذا الدرس باسلوب اخر بطريقه اخرى من مدرس اخر من زملائنا، حتى ما يبقى في عنده جانب انه اخي انا لو درست هون او درست في هاي المدرسه، علما بانه كل زملائنا المعلمين في الميدان هم متميزين في اعطائهم وقاده في ميدان العمل التربوي. لكن أحيانا تبقى هاجس لدى الطفل، هاجس لدى طالب الثالث الثانوي، فهنا احنا اتحنا الفرصة في هذا الموضوع. نعم أستاذ جعفر، خلينا نحكي مرحلة الثانوية هي مرحلة المراهقة، مرحلة الطيش عند بعض يعني نسبة منيحة من الشباب والصبايا خلينا نسميهم. اليوم من خلال الدورات رح يكون في سبر معلومات، رح يكون في يمكن مذاكرات، رح يكون في تمييز للطالب المتفوق اللي كان المتابع، يعني كلنا بعمر المراهقة منكم بحاجة للمدح، بحاجة لأنه نحن نتفوق ونظهر حالنا أنه نحن متفوقين لحتى تكون مثال هاي الدورة لباقي الدورات، وشي عامل تشجيعي لكثير طلاب هم بحاجة لشي معنوي ممكن بجانب الدراسة أيضا. طبعا الدورات هناك العمل كما في المدرسة تماما كما قال الدكتور رامي، تكثيف فقط للمنهاج، عليه تكثيف، تم تدريب المدرسين الذين سيعطون في الدورة كيف يكون تكثيف المنهاج. وحتى هناك فاتنا موضوع، هناك ايضا محور في الدورات تعلم عن بعد، كي يتعاملوا مع الطلاب في التعلم عن بعد من اجل اي طريق اخر كما مر في العام الماضي. الطلاب خلال هذه الدورات تكثيف المنهاج هناك اختبارات كتابيه وشفويه دائمه، وتم توزيع نماذج قبل بدء الامتحان ووصلت وتم طباعتها وتوزيعها على الزملاء في المركز. اختبارات قبليه اولا لكل ماده في بداية أي مادة، مثلا اليوم سنبدأ باللغة العربية الجلسة الأولى، اختبار قبلي لنقيس مستوى هذا الطالب أو التلميذ في الصف التاسع، وبعد ذلك خلال الدروس هناك اختبارات وتم توزيع النماذج التي ستكون الاختبارات عليها، وفي نهاية الدورة سيكون هناك اختبار نهائي وتقويم نهائي كي نستطيع معرفة ما تم إنجازه خلال هذه الدورة وما هي مستويات التي يمكن أن يكون قد حصلها الطالب من هذه الدورة. أكيد دكتور، خلينا نحكي عن أهمية الدورة وبلخص بها التوقيت بالضبط. طبعا الهدف من نهاية هذه الدورة هي التقوية العامة للطلاب في منهاجهم اللي راح يختبروا فيه في الصيف هذا القادم إن شاء الله، وهذه التقوية الحقيقة تشمل جلسات. الجلسات في الدورة سوف تكون بعدد 144 جلسة تقوية لكل طالب. تمام. والهدف هي رفع المستوى لتحقيق النتائج الأفضل، وهدف ثاني قلنا لتعويض إن حدث عندنا فاقد تعليمي، يعني مثلا أحد زملائنا صار في عنده حالة صحية أو مرضية، انقطاع يوم يومين أو غيرها، صار في عنده تأخر بإحدى الدروس أو غيرها أو إحدى الوحدات، فهون صار هذا التعويض والفاقد يعطى من خلال هذه الدورات. وبالتالي جلسات التقوية التي سوف تتم هي جلسات تساعد على رفع مستويات الطلاب وتساعد على تحقيقهم الدرجات الأعلى وكفاءة أفضل في الامتحان النهائي لشهادة في التعليم الأساسي والثانوي. دكتور أنا سألتك اللي بيلتحق بهالدورة ما في يلتحق بالدورة المقبلة. نعم وأجبنا أنه لا ما بيحق له دورة واحدة بس فقط، ممكن يختار. مثلا في طلاب في أشخاص المناطق تبعهم ما بيقدروا يجوا، ممكن سجلوا هلأ بس لظروف معينة ما قدروا يكفوا بهاي الدورة، كمان هن ممنوعين ولا في شيء أنه خاص ممكن تعملوا لهم يا لهدول الطلاب يعني اللي عندهم مشكلة أو ظرف طارئ أنه ما قدروا يكفوا بهالدورة؟ لا في حال ما قدر يكفي ممكن نسمح له يكفي يعني بدورة ثانية، ما في مشكلة. طبعا في تسجيل حضور للطلاب بشكل مفصل، وفي تسجيل ايضا لحضور ودوام زملائنا المعلمين، لانه في إلى هي الدوره ماجوره قلنا بالتنسيق مع منظمه اليونسكو، وبالتالي هي ماجوره حتى لزملائنا المعلمين وحتى الاداريين المشرفين على الدوره، مدير المركز او امين السير او غيرهم. لذلك لابد من تسجيل وتوثيق كل حالة حضور للطلاب وحتى للكادر الإداري والتدريسي. تمام. نعم. يعني بالختام نحن بدنا نتمنى لجيلنا مستقبل واعد ومشرق، لأنه هنن أكيد رح يرجعوا يعمروا ويبنوا سوريا بالعلم. أكيد بدنا نتشكر كل الجهود المبذولة إن كان من كوادر حضرتك دكتور رامي بالتعليم الأساسي، وإن كان من كوادر حضرتك أستاذ جعفر. فريق واحد طبعا. أكيد فريق
الفريق. فنحن بدنا نتشكر كل الفرق يلي عم تشتغل، بدنا نتشكر المدرسين وبدنا نتشكر الطلاب والاهالي يلي عم يكون عندهم الوعي لانه كمان هن ينضموا لهيك دورات. شكرا كثير لجهودكم. تسمحي لي بس بكلمه بالنهايه، كمان بدنا نوجه الشكر لمنظمه اليونسكو القائمين عليها على الدوره والمبالغ اللي اندفعت ورصدت لهي الدوره. واكيد الشكر الموصول لكل من قام بإنجاز هذا العمل. أكيد أكيد بنتشكركم، شكرا لوجودكم معنا، وأكيد بنتمنى كل التوفيق والنجاح لكل طلابنا. كما نشكر قناتنا الإخبارية السورية على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح الفكرة من جلسات التقوية المجانية اللي عم تقوم فيها وزارة التربية لأبنائنا الطلبة، والغاية منها والهدف منها وتوزعها في المحافظات. نشكر قناتكم المفضلة. نحن بنتشكركم أهل البيت دكتور حضرتكم. أهلا وسهلا أستاذ جعفر، شكرا كثير لكم. يعطيك العافية.